نهال؟ أيوة. ما شاء الله قربتي تولدي. ما يبانش خالص انك امه لحسام. ما انا قلت لك بقى اتفقنا. انا بان جدته. هي لعبت السهم. هضربه فين ده؟ هنضرب في برنيطه حسام. كل واحد منكم هيموت التاني. اذا ما زبطت بنبلش مع حسام. نضرب فين؟ دي هتظرف الواد حسام هيخش في رقبته تقول لك يا ابني. هاي اسحبي لورا. شيل النضاره علشان تشوفي. اسحبي لورا اهو. السلطانه باستيلا هترمي بسهامها. ما بعرفش دي لورا وصلت لها. اوكي كده جامد 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 جامد. حاسب يا حسام حاسب يا حبيبي تيجي في نضارتك. دي قلت دي ما شافتش اللوحه اصلا. شدي لورا نهال. اوبا دي ضربتها في الاطراف. حسام خلاص زبطت مع نهال. خلاص كنت عايز اجرب. بص يا جماعه حسام اتقمص. لا ماليش دعوه انا عايز العب زي ماما. اذا عايز تجرب جرب. اشمعنى ماما تلعب وانا لا؟ ما انا اشوف حسام حابب يجرب ال لعبيها كارلا علشان ما يزنش. تمام من اول محاوله لحسام. انا مش نشنجيه. انا مش نشنجيه. لا انت نمليه. بدي استاذنكم تلبسوا اول شيء الدروع دي. انا جايه بدرعي جاهزه. قال لك ده احسن. لا انت كده كده لابسه غطا مخده. راح فين يا ابني؟ يا ابني اهدى. اطلع الحصان يعني؟ مش تستنى ماما تطلع الاول. اجي جنبه. اوبا حسام عايش في دور فيفا زلاطه. انا مش ركبت خيل. ها ولا ليكي في النشان ولا ليكي في الخيل. المحشي واخد كل وقتها. هيدا كرمال نبتدي الاحتفال والاجواء. اوبا فارسه الصحراء الخنفساء بنت زحلف. نحن جاهزين نبدا